نضربها. مش شايف والله انا مش شايف خلاص. فور بيت كيس تعالي معانا بس هلا ما حملت فيها. ما هذا اللي حملته جلطة 2 سكوب 4 ماي ماي سكوب 4 انا بدك بعطيك يا بس ما شفت المساء شو ها؟ وين وين قاعد هذا اللي عم يضرب عليك؟ تعال وين؟ جلطت معاي سكوب 4 حبيت لك سكوب 4 يا كرو ربي وقعته بس اختفى وقعته بس اختفى
اختفى ورا الشجرة. بعد ما وقعته اختفى. جزوم علينا. ضاربين السيارة. طلعناك يا ضيو. في هاكر والله. عشت 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 باندا. بس بدي بلا شو اسمه فهم شو لهذا. هلا وقت البوت من ورا تمام. مش هيك يا الله. هلا ما صدقني كنت ما بعرف يمكن نزلو يمكن بعد التحديث ما هيك دمنا ما ماتوا ولا بيموتوا الان ابوه هلا ما اخذ معي طلعت هون روح روح كده جاب كتير روح خد معي أربعة أنا نزلت في واحد على فكرة يلا يلا خلينا نروح لك الزون بعيد يا ليش بعيد عن الزون ما في سيارة انضربوا انا عيد امي خلاص ايوه ما في سيارة في سيارة أربع أشخاص عندي في واحد كان هيك انا متأكدة لأنه كان مشغل سريع كتير كان أنا وقعته بس ما جاني كده وقعته كذا مرة كويس يلا برا الزوم لقيت اخوة شو الصبايا
بقى وصل اهو. اول انا مشكلة قدامنا يا الله، لازم نوقف نعبي. إذا وقفنا غلط وما عنا بنزين. عن حظك طلع بالبرج، بالبرج قاعدين.